الأعداد من فارقوا الحياة، وأولئك الذين ما زال الموت يتهددهم. وحدها ما بقيت المنظمات الدولية تحصيها على مدى أعوام مضت، ولا يبدو أن هذا العام سيكون مختلفاً وإن تبدلت المسببات. مرض الكوليرا، وبالرغم من تسببه بإصابة أكثر من مليون حالة، إلا أنه لم يعد يحتل المرتبة الأولى كأكثر الأمراض خطراً على حياة اليمنيين. فمرض الديفتيريا القادم الجديد منذ شهرين يعد أشد فتكاً، حيث تتراوح معدل الوفيات المتوقعة للديفتيريا بين 15% من الحالات. وبحسب منظمة الصحة العالمية، ارتفعت عدد الوفيات جراء إلى 48 حالة خلال أكثر من 60 يوماً فقط، في حين سجلت 610 حالات يشتبه إصابتها بالمرض في 19 محافظة. ومن أصل 23 محافظة، كانت محافظة إب والحديدة أكثر المحافظات تضرراً به، وكانت الفئة العمرية ما بين 15 و15، وكذا الأطفال دون 15 أكثر الفئات تعرضاً للإصابة بحسب ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن. مرض الديفتيريا الذي ينتقل عبر جرثومة الوتدية الخناقية يصيب بشكل أساسي الفم والعينين والأنف وأحياناً الجلد. وكغيره من الأوبئة، تفشى نتيجة للأوضاع الإنسانية الصعبة التي خلفتها الحرب، إضافة للأضرار التي لحقت بالمرافق الصحية في بلد يصنف اليوم كأفقر دول العالم.